من جديد وبالجديد، مؤسسة واي نوت للتنشيط العمومي وتنظيم الحفلات تصنع الحدث في تونس من خلال 5 حفلات جماهيرية كبرى برعاية المؤسسة التربوية هابي كيدز، بمشاركة نجوم قناة نون: ديما بشار، محمد بشار، عمر الصعيدي، لين الصعيدي، مايا الصعيدي، بلال الكبيسي، نوار الكبيسي، وذلك في تمام الساعة 4 مساء أيام الثلاثاء 25 مارس 2014 بالقاعة الرياضية المغطاة ببنزرت، يوم الأربعاء 26 مارس 2014 بقصر الرياضة بالمنزه، يوم الخميس 27 مارس 2014 بالقاعة المغطاة بالحمامات، يوم الجمعة 28 مارس 2014 بالقاعة الرياضية المغطاة محمد المزالي بالمنستير، يوم السبت 29 مارس 2014 بالملعب الأولمبي بقابس. تباع التذاكر في الأماكن التالية. للحجز والاستفسار يرجى الاتصال على هذه الحفلات برعايه